طبقنا لليوم ساندويش فاهيتا. اوكي. لنعمل الفاهيتا بدنا قطع دجاج مقصوصة رفيعة، صدر دجاج، وعندنا بصل، فلفلة ألوان، زيت للقلي، وعندنا ملح وفلفل أبيض وزنجبيل وتوم مجفف. عندنا الجبنة والخس وأكيد المايونيز، وراح نلف سندويشاتنا بخبز الصمون، وممكن نعملها بغير أنواع خبز، نحن اليوم اخترنا الصمون. راح نباشر، حنحط بمقلايتين منفصلتين، راح ننزل الدجاج بوحدة منهم مع شوية زيت، والثانية راح ننزل فيها الخضار لحالهم، نضيف البهارات أثناء الطهي. نحن حنضيف البصل أول لحتى يدبل شوي، نضيف عليهم ملح، الملح حسب الرغبة، في ناس ما بيسوى للملح أو ما بتحب الملح، وفي ناس بتحب الملح. الثوم المجفف نقسم المعلقة الصغيرة لقسمين، قسم للخضار وقسم للدجاج، قطع الدجاج. الزنجبيل نفس الشيء كمان، بيبقى عندنا الفلفل الأبيض صديق الدجاج المحبب، راح نحرك المزيج ونضيف الفليفل الألوان، الدجاج طبعا لحاله بيستوي تماما، وبعدين بنرجع بنجمعهم وبنخلطهم. سندويشتنا اليوم رح نزينها بالخس والمايونيز، ونقدمها إلى جانب البطاطا المقلية، واللي بيحب يضيف كاتشب كمان تقبل هاي السندويشة، الكاتشب والخردل وكل المطيبات اللي نريدها. هالأثناء هاي لبين ما يستووا رح كمل شغلي أنا بهالأثناء هاي. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، سندويشتنا اليوم مثل ما حكينا الفاهيتا، أكلتنا صارت جاهزة. رح نعمل السندويشات، سندويشاتنا بالصمون هالمرة، فينا نعمل بالتورتية مثل ما سبق وذكرنا. رح نحط مايونيز وخس، ونحط كمية مناسبة حسب الرغبة من الفاهيتا، ونرجع نضيف الجبنة، الموزاريلا أو الأشقوان بيحلوا محل بعض. رح نعمل وحدة ثانية بسيطة بسيطة كتير مسألتها، رح نحاول نحط مايونيز أول شيء على الجنبين، نحط خس. هلأ بعد ما نساوي هاي الساندويش وحطينا الجبنة عليها، رح مندخلها تحت على الفرن لمدة دقيقتين بس، منجمعهم الساندويشات وبنساويهم كلهم سوا بالفرن دقيقتين لحتى يدوب الجبن ويصير جاهز للتقديم. رجعنا لكم يعطيكم ألف عافية. طبقنا صار جاهز، هذا طبقنا. قدم السندويش وبطاطا مقلية موجودة دائما.
تماما. والصوصات المرافقة. الفاهيتا بالجبنة وحمرناهم بالفرن، منقدمها مع البطاطا المقلية والكاتشب والمايونيز، واللي بيحب يضيف كمان خردل بيقدر يضيف خردل، كثير طيبة بتطلع. يا سلام. أنا فايز، كنت معكم من مطبخ الحضارة، يعطيكم ألف عافية.